أهم منجز بمسيرتك. عالم الست وهيبة، هاي شخصية علاء. علاء علاء هاي الشخصية الحد لا نكم هم مرات بالشارع علاء أو هيك باقي انطباع. هسه واني جاي أطفال إيه؟ علاء 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 يصيحوا لي بالشارع إيه؟ عجيب يشوفونها على يوتيوب. أحكي لك على هاي الشخصية شوية. أحكي لنا علي. أنا شخصية علاء كنت رافضها، ما بيها حوار قليل بس سيناريو. فاروق القيسي الله يرحمه رشحني إلى شاف إعلان بالتلفزيون مسرح وجل مسرحية. أستاذ فاروق ماخذ شمرة المخرجين العالميين، يعني يجي يبحث مثلا قالوا له رسلان يجي باعك هنا الاستوديو يروح على المونيتر يشوفك. اي نعم كشاف. اي طبعا يسوي لك تيست. فهو رشحني، قلت له استاذ ماكو حوا، قال لي اقرا سيناريو. قريت يعني شفيان شر ماكو عيب، استاذ عمان الرسام واستاذ صباح عطوان استاذي ابو علي اوجه التحايا لهم جميعا. فقبلت هيك على مضض، واذا بالشغل الفضل الاول المن الكشاف. المخرج المخرج ايضا المخرج هو اللي طبعا المخرج صح. والحمد لله والشكر الحمد لله شخصيه تركت انطباع كبير، وكنت ثنائي تو الفنان غالب جواد الف تحيه له، ثنائي يعني متفاهمين وتركت انطباع عالم ست وهيبه من اجمل الاعمال العراقيه صحيح.